بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، الضامن صاحب الزمان سلام الله عليه. إذا ما قرأت هذا الدعاء، ورد عن علمائنا الأعلام قالوا: إذا ابتلي أحدكم بجار أو شريك يؤذيه، أو بصديق ابتلي بصديق أو شيطان يظله ويغويه، أو إذا ابتلي أحدكم في رزقه بأن ضاقت عليه مساربه وموارده وأبوابه ومصادره، أو ابتلي بعدو أو أعداء قد أخذ كل بخناقه وآذوه، أو ابتلي بأية مشكلة عويصة معضلة داهية كبيرة إلى غير ذلك، فعليه أن يتمسك بالحرز الوارد عن الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، فإن الله عندئذ سيفتح له الأبواب وسيحل له العقد ويذلل له العسير وييلل له الصعب المستحكم من حيث لا يحتسب، إذ يسبب له الله سبحانه وتعالى عندئذ سببا لا يستطيع له طلبا إلا ببركة محمد وآل محمد. حرز الإمام المنتظر عليه السلام هو: بسم الله الرحمن الرحيم، يا مالك الرقاب، ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. هذا هو حرز مولانا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام سلام الله عليه، لقضاء هذه الحاجات وفتح أبواب الرزق ودفع البلاء. جرب ولا تشك ولا تشك ولا تشك. صباحات ولائية، أمين محمد، برنامج في العتبة الحسينية المقدسة، خادم في مرقد الحسين عليه السلام.